السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير عليكم، كلشي الامور مزيانه. المهم الدراري، اليوم قررت انني نشارك معكم كيفاش ندفع للبوليس. اول حاجه كيخصني طلب خطي، ثاني حاجه كيخصني فوتوكوبي ديال البكالوريا تكون مغاليزي عند مقاطعه، ثالث حاجه فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال تقدر تكون مغاليزياش. اول حاجه ما عليك غير تشد هاد الوريقه هادي، كتمشي للانترنيت، كتكتب الموقع الخاص ديال الشرطه، غادي تلقاو تحت الديسكريبسيون، غادي تلقاوه لتحت، غادي تعمر جميع، غادي تعمر كاع داكشي اللي غادي يقولوا لك، غادي تخرجوا هاد الورقه، غادي تمشي تامبريميوها اون كولور. ثاني حاجه غادي تشد البكالوريا ديالك، غادي تخرجها هاد الورقه هادي خاصها تكون ايغاليزي. ثالث حاجه هي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالك. ورابع حاجه هو تكتب هاد الورقه هادي بانك راك بغيتي تدوز الامتحان ديال الشرطه، وكتكتب فيه الرقم ديال الهاتف ديالك وفين ساكن، في المكان ديال السكنه ديالك، وكتكتب المهم هذوك هما الاهم حاجه. وفي الاخر كدير الامضاء ديالك، كتشد لاكارت ناسيونال، كتشد هاد الوريقه هادي، كتشد البكالوريا ديالك ايغاليزي، كتشد هاد الاوتوكولون فيه الرقم، فين السميه ديالك وفين المكان ديال السكنه ديالك، وكتكتب هنايا اش من برونش بغيتي دير، وكتشد هاد الشهاده، وكتشد واحد التشامبر كبير، تشد جوا كبير، كتشريه بدرهم وكتديه. المهم الدراري اللي خاصها شي حاجه كتبها في كومونتير وبارطاجيو مع الدراري صحابكم. اخر اجل هو نهار واحد.